الملقى على سرير المرض وسيرينا الله فيه أبصر. ربنا هو بمرض أوسخ منه وتموت بمريض عيان. انت على صوت الأستاذ مراد. أعزائي المشاهدين، طبعا نعتذر عن يعني بعض المشاهد، ولكن كان علينا أن نظهر هذه المشاهد لنظهر بشاعة هذا المحتل، هذا العدو، هذا الذي علينا أن نحاربه صباح مساء. ومن أجل فلسطين ومن أجل أطفالها دعوني أشعل هذا العلم القذر، علم الكيان الصهيوني، أمام العالم ليعلم هذا العدو أن الصهاينة هم أعداؤنا، وهم القتلة، وهم المجرمون، وهم الذين يجب علينا مقاتلتهم ومطالبة كل شعوبنا العربية بطردهم من بلادنا وبداية من الأردن. دعونا نبصق على هذا العلم. أعطونا فاصل يا أخوان. إلى الآن يا تيمور، تيمور السبكي ده اسم بني آدمين؟ ده تيمور. تيمور ده اسم كلب، والسبكي من جنينة الحيوانات. يا كلب يا نجس، مش عارف ان الصعايدة دول هم اللي طلعوا الرؤساء والزعماء والحكماء؟ يا كلب يا سبكي يا نجس، يا اللي مولود مولادة قيصرية. يا كلب ولادة قيصرية، مولود قيصرية، وتربت في الحضانة، وامك سبتك في الحضانة ما خدتكس. يا البيت الشوارع وراك يا سبكي. مش هنسيبك غير من دي. ما حسبكش، مش هنسيبك ابدا. اهل اسيوط كلها مش هسيبك يا كلب. الصعايده هم اساس الجمهوريه كلها. شيخ الازهر منين يا دي سبكي؟ ها شيخ الازهر منين؟ جمال عبد الناصر منين يا دي سبكي؟ الدكاتره والمهندسين، كل الدكاتره والمهندسين كلهم منين؟ النهارده احنا هنتكلم تاني وثالث ورابع في ابن الكلب تيمور السبكي اللي غلط في حريم مصر. يقول لك حريم الصعيد، ما حريم الصعيد هي حريم مصر. هي ما الصعيد دي قاعده فين؟ قاعده في مصر ولا قاعده في السودان؟ في اسرائيل مثلا. يعني انت عبت يا اخي، ده عرض مسلمات يا ابن الكلب، يا اللي ما عندكش دين ولا عندك مله ولا عندك اصل. والله العظيم العدد يا ابن الكلب، ما نلحقك لا تقطع رقبه امك بالمنشار ده. ياتي والله ما نلحقك تقطع رقبه امك بالمنشار. والله العظيم اقص اللي خلفك قصا. شايف تقول الصعيده مش الصعيده يا ابن العرس؟ احنا عارضين 200,000 جنيه للي يدل على عنوان تيمور السبكي البطل العظيم، تمام؟ فاحنا 200,000 جنيه دول اللي هيدل على تيمور عبوضه. احنا عنواننا ما يتوهش يا جدعان، تيمور السبكي راسه محطوط عليها 200,000 جنيه. الله يبلع. هلا ده يا داعش يا سبكي يا عرس. حضرتك تنكر ان هذا القرآن كلام الله؟ كلام يا سيدي أنا حضرتك بتنكره؟ حضرتك بتنكره؟ خلينا متفقين على كده، صح ولا غلط يا استاذ سيد؟ طيب هل حضرتك تستطيع ان لا انا هرد عليه رد عملي، هرد عليه رد عملي مثل هذا الكلام يا استاذ؟ ده ايه يا استاذ؟ ده فيل. ودي ايه يا استاذ؟ زرافه. مصنوعين من ايه دول؟ خلينا من بلاستيك مثلا. لو جيت انا قلت لك لا مش من بلاستيك مثلا، قول لي من بلاستيك ولا من حديد؟ حطهم للمشاهد اهو. من بلاستيك. دول مصنوعين من ايه؟ من بلاستيك. من بلاستيك، تمام كده؟ تمام. ده باعترافك. لو قلت لك انا الفيل ده اهو والزرافه ده ايه؟ مصنوعه من نفس ماده البلاستيك، الف لام ميم، الماده ده ايه؟ هي اللي مصنوعه من دي. ايه اللي مزعلك بقى في كده؟ مشاهدينا الكرام، من الواضح ان كانت الحلقه ملهاش داعي. الحلقه انا اسف جدا ان عملت حلقه زي دي. انا بعتذر اعتذار كبير جدا للمشاهدين ان اسأت لاسماعكم بمثل هذه الحوارات.
ففي جهات مش من مصلحتها ان احمد شاهين يقول حاجه وتحصل، في حاجات لازم تظل مخفيه. توقعاتي حضرتك قلت تصريحات قلبت الدنيا، اكتر توقعات تصريحات اتقال كتير، اتقال نصب، اتقال دجل، دجل شهاده، قلتهم لا يهمنا هذا الكلام. كله عارف انك نصبت نفسك اله، كله عارف ان انت قلت انا ربكم الاعلى. طب عشان بس ايوه انت قلت انت نصبت نفسك اله، انت قلت اعلم الغيب، انت كدبت، انت على النت نزلت صوره وبتقول ان نزل فيها قران، انت نزل في القران، انت نزل في القران، الناس اللي بتسال انت نزل في القران زي عايزين. في ناس كتير مؤمنه بدليل ان تصحيح ما حدش مؤمن، ما هي المواقع، ما تتهمش الناس، ما تتهمش الجواد، مش هتتهمش الناس، ما تتهمش الناس، عارف ان كلام صح لانه حصل، اتكلم عن نفسك، عارف ان كلام صح حصل، اتكلم عن نفسك، اتكلم عن نهايه العالم 2037. انا هسالك سؤال لو جاوبت عليه يبقى انت بتعلم الغيب، ما استنضفش لا 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 هسمع بعد اذنك يا استاذ محمد، ما استنضفش، ما استنضفش، انت مش محترم، انت مش محترم، مش نظام دعايه، مش هوضح، انت ليه الادب، انت ليه الادب، ضربته بالقلم، قلم وضربه بالجزمه كمان، اما يسب الدين والقران وينصب على الناس وقتل وشهوته يبقى ما سبش الدين، ده سب يا عم، ده عم ده سوء، انت عملت نفسك اله، هو جاي مش انت نصبت على الناس وعملت نفسك اله، مش هديك فرصه، طيب ده نظام دعايه اسلامي، كفرت بالله، انا مهما كنت مش دعايه اسلامي، انت كفرت بالله، اكتر مثال انت كفرت بالله، انت اللي قليل الادب ومش محترم، انت مش محترم واصل عنك، والله العظيم اضربك، انا محترم واصل عنك، اقسم بالله اضربك، اعمل الشغل يا شيخ محمد، اعمل الشغل يا شيخ محمد، اعمل الشغل، انا برضه اعمل الشغل، اقسم بالله انا اضربك، ارجوك انت مش محترم يا جماعه، انت مش محترم، لا يصح يا جماعه، لا يصح، لا يصح ذلك، لا يصح يا شيخ محمد، والله العظيم لا يصح، اعمل الشغل يا جماعه، لا يصح، اعمل الشغل، لا يصح يا شيخ محمد، لا يصح، ارجوك ارجوك لا يصح، والله العظيم انا هرد عليك، شوف انا مضطر، انت انا مضطر، فتح الان يسيطر عليها مجموعه من الجواسيس يتصارعون على سلطه وهميه ليس لها وجود، كل مفاتيحها بيد الكيان اليهودي الغاصب، الان يسيطر عليها مجموعه من الجواسيس قتلوا ابيهم على وراثته، وانا قلت هذا في ياسر عرفات، اي نعم، وانا في حينها قلت على الجزيره بعد اغتيال ياسر عرفات بايدي هؤلاء الناس، الان منذ ان جاء محمود عباس الى السلطه حاول ان يحارب كل صاحب تاريخ في فتح شريف، هذه فلسطين ليست ملك هذه القيادة، انا الان انطق باسم الشعب الفلسطيني كاملة، والان الشعب الفلسطيني يسمعني، انا انطق باسمه، والله يا استاذ زهر لو الان اجريت استفتاء على الهواء وكلهم محمد اصعب بيض التميمي ينطق بكم، ينطق باسمكم، يمثلكم، لا يقولون لك نعم 90%، طيب. لكن المشكلة من هذا المنبر، المشكلة من هذا المنبر أعلن عزل هذه القيادة، طيب. باسم الشعب الفلسطيني، هذه أرض مباركة لا يقودها ناس حثالات، أعبر عن ضمير شعبي، طيب. أنا أعرف الناس بشعبي، هذه قضية مباركة، قضية مقدسة، هذه ليست كرخانة أبار يقودها، طيب. بس. حتى يقودها الأحمد ويقودها دحلان ويقودها أبو مازن ويقودها فلان وعلان، يا رجل هذا أرض مباركة، طيب. أرض الإسراء والمعراج، أرض الإسلام، طيب. يا رجل، طيب. أرض عمر وصلاح الدين، طيب. هؤلاء ليس لهم علاقة بهذه القضية، طيب يا رجل، طيب طيب، هؤلاء يتحدون الله، طيب. يا رجل هذا الأحمد، شو اسمه الأحمد هذا لعنة الله عليه، شو اسمه؟ لا لا شو اسمه؟ بدون شتم، يا رجل لا تحمل المسلمين، يا أخي ما شفتك، هذه قضية، يا أخي يا رجل شو اسمه؟ بدون شتم، أنا حتى بدون شتم، الأحمد هذا شو اسمه؟ حسام الأحمد، طيب، يتحدى الله رب العالمين، قبل أسبوع في محافظة جنين أمام كوادر فتح كلها يقول أنا مستعد أن أتحدى الله من أجل فتح، طيب. أن فتح أكبر من الله، طيب. لعنة الله، لا لا أرجوك يا جاسوس، يا أخي يا عدو، يا أخي ما سيحاكمك الشعب الفلسطيني، طيب. هذا شعب مجاهد منذ 100 عام وهو يقاتل، منذ 100 عام أرض فلسطين ارتوت من دم الشعب الفلسطيني أكثر من ماء المطر، مش ابناء محمود عباس اللي بضحى، هذا بتنازل عن صفد بيقول انا صفدي وهو ليس من صفد، هو من ايران، من بلد الخمين، هو ايران، جاء من ايران، ليس له علاقه بالصين، انا والدي عندما كان يموت وهو يقول لي اوصيك ويوصينا جميعا يقول اياكم ان تفرطوا في هذه الارض، كل من يفرط فيها افضحوه، العنوه، طيب. حاربوه، طيب. قاتلوه، طيب. هذه ارضنا، طيب. هذه ارض الاقصى، هؤلاء لا يعرفون لا الطهر لا جسدي لا الطهر المعنوي، طيب. لا يعرف، ليس لهم علاقه بهذه الارض، طيب. يا جماعه لا يجب في جاوبنا على السؤال، جاوبنا على السؤال، جاوبنا على السؤال، جاوبنا على السؤال، يريدون ان يبيعوا ارضنا، يريدون ان يبيعوا وطننا، طيب.
فلسطين لنا شام إن شاء الله أبداً أبداً. لن نقبل بإسرائيل ولو على شبر من أرض. طيب كويس كويس. ذرة واحدة. يا أخي كويس. لن نقبل بتفريط أرض. يا أخي اسمعني بس. أين من هؤلاء الجواسيس الخونة؟ اسمعني. اسمعني يا زلمة اسمعني. يا أخي اسمعني. يعني ما تحفظي على ال. الألفاظ والشتائم التي تحدث. أنا أقول بدون تحفظ أمام شعب الفلسطيني كله. أنا أتحفظ. أنا أتحدى وأتحمل مسؤولية كل كلمة قلتها أمام هذه القيادة الخائنة. أنا يا أخي التي تتحدث بالقائد ارتكابا مباشرا. يا أخي لا تشتم يا أخي أرجوك. يا أخي لا تشتم هذه أرجوك. لا تشتم. فلسطين. طيب. تبليغ خوان. ضغطك 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 بس ضغطك شوي. أرجوك. أرجوك أرجوك أرجوك. لا ت... لا 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 اشرب مي. جاوب استاذ مع تحفظي على ما على ما تحدث به الاستاذ التميمي. انا يعني عزام الاحمد تحدى رب العالمين يا اخي سيقول كل نفسي هذا الدار المال على هذا الخائن. مقطع الحلقه ارجوك. لا ارجوك لا تخلينا نصل لمرحله يعني زي انا تفضل ارجوك يعني انا لا اريد تفضل. اريد ان اقف في 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 تفضل تفضل تجاوب في موقف دفاعي. لا اريد ان اقف في موقف دفاعي لان لدي الكثير من الملاحظات على السلطه. ولكن أنا بالنسبة للأخ عزام الأحمد هي تم تقويله حديث لم يقله وتم استخدام هذا الحديث في سياق دعاية انتخابية. خمس القادر من فتح سيد العزام. خمس القادر من فتح شهدوا على ذلك. لا أريد لا أريد محافظة جنين. طيب يا أخي يقول أكثر من هيك يقول. لا أريد يقول على التلفزيون تاع المجوس المنار يقول نحن. يا أخي مشان الله اسكت. يا يتحضر العالمين أن بقاء السلطة يلوث الإرث النضالي للشعب الفلسطيني وتلويث الإرث النضالي للشعب الفلسطيني يقدم خدمة كبرى للجانب الإسرائيلي. جميل. لنبقى بلا سلطة ولتبقى الحالة الفلسطينية حالة تحرر وطني. حالة فوضى فوضى لا فوضى لا مؤسسات. لا المؤسسات المبنية اللي وجدت على مدى 20-21 عام 24 عام. نعم. موجود الآن. يعني عندما طرح الرئيس ياسر عرفات موضوع أوسلو كان لديه مشروع وطني. كان يعمل على يعني يحاول أن يأخذ شيئا من الجانب الإسرائيلي. يفجر انتفاضة هنا يمول عملية هناك هكذا كان يعمل هذا الرجل. ولكن في الوقت الحالي أصبحت هناك وظيفة واحدة وهي حماية الاحتلال الإسرائيلي. لكن هذه قناعات السيد محمود عباس منذ أن تولى قال لن أذهب إلى القتال بالسلاح مع العدو. مشروع المقاوم بالسلام لعلمك حتى نعم. حتى لا أظلم الرجل حتى لا أظلم الرجل نحن كنا مع هذا المشروع نحن دعمنا هذا الطرح. أو كنت أنت أحد من نعم يعني نعم نعم دائما نعم 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 هذا البرنامج أنا مدافع عن هذا أنا كتبت مدافعا عن هذا المشروع ولكن هذا المشروع فشل. أستاذ محمد يعني أرجوك يعني حتى الحوار يكون هذه يعني كما يقول لك البعض يعني أنه أرجوك المباركة القدس الأقصى ما عندي لا خطوط حمر ولا صفر ولا زرق ولا ليلكي ولا فوشي ولا لون عندي ولا بشوف في الفضاء. أنا أقول لك أن فلسطين لنا وستبقى لنا. جميل. ولن نفرط طيب. بذرة من ترابها والذي سيحرر فلسطين ليس هؤلاء. طيب. فلسطين أرض المباركة ملك الإسلام والمسلمين ملك مليار طيب. شخص مسلم طيب. وسيزحف المجاهدون في يوم طيب. من الأيام الذين وعد الله بهم يهيئون ويكفرون يطلقوا على فلسطين من الجهاد الأقصى ليدخل المسجد كما يدخل أول مرة وليتجل المعنى وتدميره. هذا وعد الله لنا. أما هذه السلطة وهذه هذه المنظمات فهي إلى مزاد المشاهدين. أعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة من برنامج بين الساعتين أتقدم جدًا بقي معنا حتى هذه اللحظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.